ثابت توقعاتك للتشكيل بكره هنا في الاهلي وهنا في الزمالك. بالنسبه لتشكيل الزمالك الاول لو معانا نبدا نعرضه على طول. الزمالك بكره في ممكن يحصل فيه تغييرات. التغييرات المتوقعه تحصل هم بيلعبونه دايما بالجوميز بيلعب بال 4 2 3 1. في حراسه المرمى محمد عواد، القلبين الدفاع حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، ناحيه اليمين عمر جابر. لو معانا التشكيل يا ريت نعرضه، التشكيل المتوقع من وجهه نظر الدكتور احمد ثابت. معانا يا دكتوره حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، اثنين مساكين. ناحيه اليمين عمر جابر بنسبه كبيره هيدخل لانه رجع من الاصابه، فهيدخله ويدخل محمد شحاته اللي كان بيلعب باك رايت، يدخله في وسط الملعب مكان زياد كمال. زياد كمال. وناحيه الشمال محمود بنتايك، وانا شايف ان محمود بنتايك ده ثغره دفاعيه كبيره لازم كولر يستغلها بكره في المساحه اللي في ظهره، حتى لو هو قوي هجوميا الا انه ضعيف جدا دفاعيا. في الاثنين اللي في وسط الملعب عبد الله السعيد ومحمد شحاته، صانع العاب ناصر ماهر، زيزو ناحيه اليمين، ومشلاك ناحيه الشمال لان طبعا مشلاك هيكون مكان مصطفى شلبي. مصطفى شلبي وقدام هيبقى سيف الجزيل. فده انا شايف ان ده التشكيل الاقرب لنادي الزمالك. تشكيل الاهلي، التشكيل الاهلي الافضل بالنسبه لي. مش المتوقع انا. التشكيل الافضل من وجهه نظر دكتور من وجهه أحمد نظري سيد. الافضل بالنسبه لي ان كولر يبدا ازاي بكره. يبدا ب 4-3-3 في حراسه المرمى محمد الشناوي، وان كان برضو مصطفى شوبير متالق بس بروح للخبره اكتر. صراحه انا لو مكانه انا هكون في حيره. مصطفى شوبير قدم مباراه كبيره للمباراه السابقه، محمد الشناوي حارس مرمى مصر الاثنين هايلين، فده حاجه ايجابيه ان عندك اثنين حراس الدنيا. بس لو انا كابتن اسامه هلاعب شوبير. شوف احنا اختلفنا. انا بقول الاختلاف ده النهارده ده في صالح النادي الاهلي. بالظبط. حط مين يأدي. انا شايف الشناوي انت محتاج واحد يلم الفرقه شويه خبره في الماتش ده في النهائي. الشناوي طبعا حارس الاساسي للمنتخب، وبرضه مصطفى هايل، بس انا بتكلم ان انت محتاج بس عنصر الخبره. تمام. الاثنين المساكين قدامنا على الشاشه هو رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ناحيه اليمين هحط اكرم توفيق مش عمر كمال، لان انت محتاج حد دفاعيا قوي. فاكرم توفيق. ناحيه الشمال يحيى عطيه الله. الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان عطيه، على شماله كوكا. كوكا او السوليه، بس افضل كوكا لانه لعب الماتش اللي فات كان هايل في الملعب كمان ورجله في الملعب. امام عاشور ناحيه اليمين. الثلاثه اللي قدام هحط رضا سليم، واتمنى ان هو يبقى مفاجاه كولر بكره. رضا سليم. رضا سليم مفاجاه، انت رحت لحته خارج التوقعات. لان انا شايف ان رضا هيبقى ممكن يبقى انت محتاج سرعات، ممكن يبقى افيد من تاو بمنتهى الصراحه يعني. تمام. حسين الشحات وسام ابو علي. وسام ابو علي توافق الراي يا شكري ولا عندك اختلاف في بعض المراكز؟ يعني لا، انا ممكن في حته القلب دي هي فعلا يعني الحيره كلها كابتن اسامه في حته قلب الملعب. كده كده مروان عطيه ما فيهوش خلاف. تمام. هي الفكره كلها انا عندي برضو قفشه وكوكا وامام. ممكن اثنين برضو ممكن يقدر يلعب بيهم في القلب. عايز تبتدي بقفشه بدايه المباراه؟ عندي، لان انا عندي تحفظ على امام شويه. امام عارفين طبعا لعيب كبير جدا، بس انت حضرتك لعبنا كوره كابتن اسامه وفاهم في وقت من الاوقات انا لما يكون عندي لعيب كبير بحجم امام بامكانياته بس مستواه بعيد شويه، ان انا احميه، ان انا اخليه معايا لحد ممكن ما استغل ورا معايا الشوط الثاني. لا، خصوصا عشان زي ما انت شايف الفتره الاخيره امام مش مستوى امام. وعلى فكره احنا مش بنتحمل اللي هو، لا بالعكس احنا عايزين مصلحه النادي الاهلي. بس في وقت القعده بتبقى للعيب مهمه. خصوصا ان انا ذهنيا بعيد، كان عندي مشاكل كتير بره الكوره الفتره اللي فاتت. فممكن، بس طبعا امام لعيب كبير ممكن يلعب بس ممكن يلعب بقفشه وامام. انا وجهه نظري يلعب بقفشه وامام من بدايه المباراه. لان انت عايز ناس تمسك لك الكوره، الماتشات الكبيره بتبقى عايزه لعيب الكوره في الملعب. تمام. ده الاختلاف الوحيد. وعلى الطرف هنا هو يمكن الدكتور احمد اتكلم ان ممكن يلعب رضا سليم. رضا سليم لعيب كبير جدا، وانا في اوقات كتير جدا يا كابتن اسامه الراجل ده في عز ما هو كان كويس ما كانش بياخد. بس الفتره اللي فاتت بعيد شويه دكتور احمد. يعني انت بتختار مين مكان رضا سليم؟ انا بختار بيرسي. بيرسي تاو هو اقرب واحد. في النهايه بنتمنى ان شاء الله اي تشكيله يحطها مستر كولر تكون موفقه ان شاء الله، وتقدر ترجع بالسوبر المصري من الامارات.